انا يا جماعه دلوقتي مستني في محطه الاتوبيس. الجماعه البرازيليين قاعدين هناك اهم مستنيين زي الاتوبيس. ادي واحد اهو سايق عجله وماشي مع حاله. هنا بيحبوا يركبوا العجل كتير قوي، يعني الرياضه بالنسبه لهم رقم واحد. بيكسبوا 3 ريال اهو. بونجيا بونجيا. دلوقتي يا جماعة أنا عايز أعدي الناحية التانية، هركب الكوبري اللي هناك ده أعدي علشان الطريق ده سريع، الطريق السريع. أنا دلوقتي ماشي هطلع على الكوبري. دي الكاميرات اهي اللي محطوطة على الطريق علشان المخالفات، العربيات اللي ماشية بسرعة. مفيش مرور هنا، يعني عسكري بقى واقف بقى ومش عارف ايه والحاجات الهبلة دي.
كله هنا الشغل على الكاميرات. العربية لو ماشية بسرعة وعدت السرعة القانونية بتتاخد مخالفة. مخالفة بقى بتروح على عنوان صاحب العربية. عنوان صاحب العربية اللي مثبوت في الرخصة بتاعته.